السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتشتغل في الكهرباء، ميكانيكا وكهرباء، هتلاقي عندك في مثلا في التكييف، هنلاقي عندنا هنا ان انا عندي برسم الضغط بيبقى فيه سيستم موجود، وكذلك في البايب، وكذلك في الكيبل تري، لان الفاميلي ديت الضغط والبايب والكيبل تري كل الحاجات دي سيستم فاميلي موجودة اصلا في قلب البرنامج. لو جينا هنا هتلاقي هنا ايه سيستم كلاسيفيكيشن، سيستم تايب، سيستم نيم، وهكذا. طيب دلوقتي هروح فين في الفاميلي، لان احنا قلنا دي فاميلي بس هي سيستم فاميلي، يعني ما اقدرش اعمل عليها تعديل بره المشروع، لازم جوه المشروع. وهاجي هنا هقول له ضغط سيستم، فبلاقي عندي اكس هوست وريتيرن سبلاي. خلينا نفتح اي واحد فيهم، هلاقي هنا عندي الجرافيك اوفر رايت، بحيث ان انا ادي ده لون السبلاي غير الريتيرن غير الاكس هوست، اقدر اتحكم فيها من هنا، واقدر اتحكم فيها برضو من الفلاتر، تقدر تديله لون مختلف. الماتيريال تقدر تدي كل واحد فيهم لون مختلف، او تديهم كلهم نفس الماتيريال، بحيث لو انت بتعمل رندر يبان ان انت عندك ضغط، مش هيفرق معاك الضغط ده نوعه ايه. هنا الكالكوليشن، هل انت عايز تعمل اول ولا فلو اونلي ولا نان ولا بيرفورمانس، تختار بقى اني واحده فيهم اللي عايز تعمل فيها الكالكوليشن. طيب لو انا عايز، هنا بيقول لي شكل الرايزر في الدروب سيستم هتاخد انهي شكل فيهم، اختار مثلا كروس. طيب لو انا عايز اعمل دوبليكيت لدوت، هاجي هنا سيستم اير واقول له انا عايز اعمل دوبليكيت. طب ده سيستم اير سبلاي اير، يبقى المفروض ده يبقى ايه، حاجات كتيره، بس ممكن مثلا فريش اير، ده اقرب حاجه ليه يعني فريش اير. وبرضه تقدر تدخل تعدل فيه زي ما انت عايز، اقدر اجي هنا واقول له ايه انا عايز اعمل. طيب روبرتس، وتعدل فيه زي ما انت عايز. طيب نفس الكلام ده البايب، تعال نشوف البايب. هنا عندي الضغط سيستم شفناه، تعال نشوف بقى البايب. عندنا مثلا الثلاث انواع دول، ممكن اخش اعدل فيهم، ممكن اخش على الوتر هوت وابدا ان انا اعدل ده البايب. تعال نشوف البايب سيستم، تحتيه على طول هو البايب سيستم. وبرده الضغط فيه ضغط بالشكل دوت، الانواع بتاعته. انا عايز بقى البايب سيستم، بدخل هنا ولا كل الانواع ديت. وما ينفعش لو هما معمول لوحدهم دوبلكيت، تقدر انت تلغي واحده فيهم وتسيب الثانيه، ماشي؟ انما لو هي واحده بس، يعني فاير بروتكشن درايف واحده بس، يبقى ما ينفعش تلغيها، لازم اخر نوع فيهم يبقى موجود عشان تقدر تعمل منه دوبلكيت. طيب تعال ندخل هنا ونشوف التايب بروبرتيز بتاعت البايب. هلاقي هنا جرافيك اوفر رايت، ان انت تقدر تدي له لون مختلف، الماتيريال تقدر تتحكم فيه، الكالكوليشن هنا احنا مختارين ان احنا نعمل كالكوليشن بالفلو اونلي، تقدر تتحكم فيها. برضو الاختصار، يعني انا السيمتري ممكن نخليها مثلا اس، والسبلاي نخليه مثلا اس اي، وهكذا كل حاجه تقدر تديها. هنا بقى الاشكال بتاعت الرايزر والدروب، تقدر ان انت تتحكم فيها زي ما انت عايز. وتقدر تكتب ديسكريبشن، بحيث لو انت عايز تعتمد في التاج او في الحصر على الديسكريبشن، تقدر تكتبها هنا وتظهر معاك على طول في اثناء الشغل بتاعك. طيب تعال ندخل على الدومستيك كولد ووتر، هنلاقي عندنا هنا الكالكوليشن اتكلمنا عنها، سيستم كلاسيفيكيشن اتكلمنا عن هنا، الفلويد تايب ايه اللي هي السائل اللي موجود هنا، ووتر، تمام. طيب ممكن تكون في حاجات تانية. طيب هنا التمبريتشر، الاثنين دول الفلويد تايب والفلويد تمبريتشر، هما دول بيتحكموا في الديناميك فيسيتي والدنسيتي، كل الكلام دوت. لو انت غيرت هنا درجه الحراره، هتلاقي الارقام اللي تحت دي بتتغير معاك، فالارقام دي متتحكمش فيها، هو على طول بيعرف اذا كان السائل ده نوعه ايه، ويبدا ان هو يعمل الحسابات بتاعته هنا على طول. والفلو ميثود، هل في فلاش فالف ولا فلاش تانك، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب خلينا نشوف مثلا الهيدروليك سبلاي، تمام، برضو ووتر، تمام. ممكن ايه، ممكن ما يكونش في حاجه دلوقتي، بس لو حد مثلا مدخل معلومات تانية بتبدا الارقام دي تختلف معاك، تمام. هنا تحكمنا في الماتيريال، تحكمنا في الشكل، تحكمنا في طريقه الكالكوليشن، تحكمنا في سيستم كلاسيفيكيشن، تحكمنا في الاختصار، ممكن يظهر معانا. ففي تحكم كامل في الفاميلي من خلال ان انا بدخل على البروجكت براوزر وبعدل فيه
البايب سيستم او الدكت سيستم وهكذا.